بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ معاكم النهاردة وصفتنا الجديدة بشكل مميز وبطريقة مختلفة للي ما بيحبوش البصل. في ناس بتحب الكبدة من غير بصل، فاحنا النهاردة هنعملها اللي هي الكبدة الاسكندراني. معانا نص كيلو كبدة اسكندراني، بتقطع اسكندراني ومحطوط عليها خل وتوم وشوية ملح بحيث ان احنا نتبلها شوية. وعندنا هنا فلفل الوان، فلفل اخضر رومي، فلفل حامي حسب الرغبة برضو، وعندنا بابريكا وشطة وكمون وتوم باودر، بصل باودر، كزبرة ناشفة، بهارات، فلفل اسود، ملح، ليمونة عشان برضو لزوم الزفارة عشان ما يبقاش فيها زفارة برضو. وعندنا هنا معلقة توم مفروم. نبدأ بقى وصفتنا. نتصع الزيت، نبدأ معانا الزيت. نبدأ نحط حوالي معلقتين كبار زيت، ما نكترش قوي برضو عشان ما تبقاش ايه كلها زيت. ده برضو لو حد عايز يخفف في اكله شوية، ما يبقاش اكله دسم ويعمل له مشاكل في المعدة، يكون زيت برضو كويس. نبدأ بسم الله. اول حاجه هنعملها، مش هنحط الخضار، اول حاجه هنعملها تكون الطاسه سخنت بالزيت. نبدا ننزل الكبد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. وطول ما احنا في المطبخ نذكر الله، دي حاجات كويسه، دي عشان ربنا يرضى عننا ويبارك في الرزق اللي ربنا بيرزقنا بيه. وان شاء الله ان شاء الله ما تنسونيش ان انا عشان قناتي تكبر بيكم، حاولوا تفعلوا لي القناه، اشتركوا يا جماعه في القناه معايا، وهيقدم لكم ان شاء الله كل جديد، ويا رب ينول اعجابكم يا رب. شوف كده سخنت، نبدا ننزل الكبده. بسم الله هذا الصوت دوت، نبدا نحط شوية زيت، هنا برضه الزيت مش كفاية أوي. مع الريحة وجمال الريحة بصراحة ريحتها تحفة. إذاكوا تجربوها، خفيفة وسهلة وما فيهاش أي تعب، تعجبكم يا رب. اللي تعجبه يعرفني في التعليقات برضه عجبته ولا لأ، لأن ريحتها بصراحة ما شاء الله جامدة، خصوصا إن أنا حاطة فصين توم مهروسين فيها وهي بتتبل. أنا تبلتها بتاع ساعة عشان برضو ايه صفيت برضو ميتها، تشرب من التتبيله. احط عليها ليمون على كده برضو، يعني هحط فيها ليمون في الاول، بحط فيها ليمون في الاول واحط فيها ان شاء الله ليمون في الاخر. عايزاكم بصوا ادعوا لي يعملها ويجربها يبقى ايه كده. الاسكندراني على اصوله بدون بصل عشان برضو اللي ما بيحبش البصل، عايزين تزودوا بصل مفيش مشكله، بس هي افضل من غير بصل. احنا كده كده معانا توم باودر، بصل باودر، ده هيغير في الطعم شويه. نبدا ننزل بتوابلنا. بسم الله ريحه جميله 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 صراحة، الحتة وهي بتتشوح ما تتحط بالزيت كده على طول، وكمان بتديها صدمة، ده بيبقى أفضل ليها. في ناس بتحط طبعا البصل والخضار في الأول والحاجات دي، مش وحش برضو عادي، بس بتبقى يستحسن تاخد لها التشويحة والتشميعة دي عشان تنشف من دمها وتدينا الشكل المطلوب. أنا مش أول مرة أعملها، بس أنا إيه عملتها في القناة بس تقريبا، مش عارفة إزاي بقى ولا لأ، بس دي
دي هتبقى احسن ان شاء الله عشان من غير بصل. انا عملت التانية ببصل. ممكن تقلبيه كده بالفستق. منحطش عليها اي بصل تانية ولا مية ولا حاجة. الا في الاخر بقى لو احتاجنا ميه او ممكن عصرة الليمون يتاخد. نبدأ نحط الثوم عشان يديها الريحة. تمام. كل ده بيديها رغوة بيخليها تشرب من الحاجات دي. الحاجات دي على كده خدتها احلى واظرف ما شاء الله ما شاء الله. دي ريحتها جميلة. لان الكبدة دي من النوع اللي بيستوي بسهولة. ما دي انا مجرباها قبل كده على فكرة يا جماعة. انا من المنصورة. انا جايبة الكبدة دي جايبها من حاجة اسمها خير زمان عندنا لو تسمعوا عنها. نبدأ ننزل الفلفل مع الفوار الشكل دوت. بسم الله. الفلفل الحامي الملح. الالوان روعة 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 ان شاء الله. بعيد عن البصل طبعا عشان احنا هنا البصل هنعمل نفسي مش كده. سامحوني يا جماعة في التصوير لو مش باين قوي. يا رب بس ايه تعجبكم. جربوها مش هتندموا. جميلة. ثم خليها ريحتها ولكن نبدأ نحط فص الليمون. حط الليمونة كلها واستحسن برضه. بسم الله. وده بقى الشكل النهائي للكبده بعد ما اتعملت. الكبده الاسكندراني ممكن تحط في سندوتشات. ممكن تتعمل جنبها مكرونه. وانا هعمل لكم برده طريقه المكرونه بكذا طريقه ان شاء الله تعجبكم قوي. حتى لو سندوتشات عيش بلدي عيش فينو اي عيش عندك هيبقى جميل فيها بصراحه. وجنبها شويه ليمون مخلل بس تبقى تحفه. بصوا ما تنسونيش بقى ان شاء الله اشتراك في القناه وفعلوا لي الجرس ولايك وشير. مع السلامة.